حامل السلم بالعرض يوميا على أثير 24 FM مع إيهاب الجريري. هذا البرنامج برعاية بنك القدس، بنك الوطن والمواطن. شيء لما بتترك الجوهر بتروح للقشور، بتروح للأشياء التافهة، بتروح للأشياء اللي ملهاش لزوم. أحلى إشي لما بتصير مصر تقنع حالك في اللي كل الناس مش مقتنعة فيه. يمكن مش كل الناس، يمكن في شوية ناس بيحاولوا دايما يدوروا على إشي مختلف في أي إشي بيصير في الدنيا. نقلة هذه بعدين نقلة؟ امشي انت، بدي نقلك البلاطة. قلت لي نقلة هاي آخر فترة طلعت معها، خلص تاخدها مثل ما بدك على مسؤولية. مثلا إنه الطيار الأردني داعش ما أحرقته، بس هو أصلا داعش وشارك معهم في التمثيل. مثلا بيطلعوا لك جباهدة التصوير مشان يحللوا الفيديو ويثبتوا بأنه هذا تمثيل. أنت بتقدر تثبت كثير شغلات، بس أصعب إشي تحاول تثبت أنه داعش اللي بيسعى دائما ليثبت كم هو قادر على الإجرام أنه هو مش مجرم. هم داعش هذا جزء من شغلهم، يعني الجماعة بتعبوا مشان يثبتوا كم هم مجرمين، بتعبوا وبيشتغلوا على حالهم مشان يثبتوا كم هم قادرين على التفنن في القتل. هم بيشتغلوا بشكل مضني وبيدفعوا فلوس وبيجيبوا كوادر مشان يبينوا لنا قدرتهم على القتل بدم بارد، وانت بدك تثبت العكس. شو الفكرة؟ لمصلحة مين؟ مشان ايش؟ متشان شو ما متشان شي، متشان شو ما متشان شي، يلعن هالعيشي. متشان شو ما متشان شي، يلعن هالعيشي. مشان قضية التصوير في العالم مثلا، يعني انت مستاء انه تم الضحك علينا من خلال المؤثرات الضوئية والتصوير، وانت مصر تثبت اليوم انه لا يمكن نقبل بانه يتم استخدام التصوير في عملية مثل هاي. هذا هو قصدك مثلا؟ ولا قصدك بأنه داعش حركة نبيلة وحركة بالفعل تسعى إلى خير البشرية وبالتالي بصيرش نهاجمها؟ يا حبيبي داعش بتحكي عن حالها هيك، انت تغلبش حالك وتحكي إشي تاني، لأنه هم هيك. طيرني طير طير، هاي أحسن فرصة، دورها دور دور واعطيني شحتة، قبل ما تجي تجي تجينا الشرطة، دورها دور دور دورها دور دور دورها دور دور ما بدي اصحى، دورها دور دور شوف ملا جرصة، دورها دور دور واعطيني شحطة، دورها دور دور ما بدي اصحى. حامل السلم بالعرض يوميا على أثير 24 FM مع إيهاب الجريري. هذا البرنامج برعاية بنك القدس، بنك الوطن والمواطن. وديعة القدس الذهبية، نمي أموالك هدية فورية بانتظارك. سارع الآن واحصل على هدية قيمة فورية، فالوقت إلى جانبك. تزداد قيمة الهدية الفورية التي ستحصل عليها كلما زاد مبلغ الوديعة وزادت مدتها. تشمل الحملة عملتي الدولار والدينار. الحملة تشمل الودائع المربوطة من سنة إلى 3 سنوات وتزيد قيمتها عن 7500 دولار. نمي أموالك هدية فورية بانتظارك. تنتهي الحملة بتاريخ 31/3/2015. بنك القدس، بنك الوطن والمواطن.